احنا ملوك القارة السمراء وكل بطولة مغامرة. اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان، واهلا بك فارس. اهلا بيك يا احمد، واهلا بكل جمهور الاهلي خط احمر وجمهور النادي الاهلي. اهلا بكل جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كان في جزء لا يتجزأ منا بنحيي ذكراه الثامنة بكرة 1 فبراير 2020، ذكرى رحيل 72 في مباراة الاهلي والمصري. كل ربنا يرحمهم يا رب ويصبر اهليهم ونحسبهم ان شاء الله من الشهداء. اعتقد ذكرى مش ممكن اي من جماهير النادي الاهلي ينساها وستظل دائما في ذكرى. في ناس عايشة ما بيننا كما الاموات، وفي ناس رحلت عنا ولكن هتفضل ذكراهم ابقى من اي حي. شكرا للي احبوا النادي من القلب فرحلوا عن دنيانا وظلوا في القلب. ربنا يرحم ال 72 شهيد. امين يا رب العالمين. احنا طبعا ما كانش ينفع نبدا الحلقه غير باننا نتذكرهم ونفتكرهم، خاصه وان السوشيال ميديا الاهلاويه تحديدا بتعيش اسبوع، يعني اسبوع صعب جدا لرحيل احد مشاهير السوشيال ميديا والعمده، وسبق ونوهنا الاسبوع اللي فات. هذا الاسبوع ايضا شخص برضو صديق لحق اهلاوي بيه. لحق بيه وهو حسين فكري. اعتقد السوشيال ميديا برضو اتكلمت عنه بشكل كبير جدا، وكمان المفارقه الغريبه فارس ان بص احمد حسين بالظبط حسين يعني وكان الانقياء بيسلموا الرايه لبعض. استاذ عماد محروس رحل عننا الاسبوع اللي فات، وكان بيقول لتعليق لحسين اللي رحل عننا الاسبوع ده، كان بيقول له كده خلاص انا متفائل بالصوره دي يا حسين، الصراحه جميله. حسين قال له تسلم يا كبرنا، ربنا يحفظك لينا يا رب. رد عليه قال له ربنا يحفظك يا حسين. وهما الاثنين عند الحافظ دلوقتي، وان شاء الله باذن الله هتفضل ذكراهم في قلوبنا ودايما فاكرين جمهورنا، ودايما اي حد بيرحل عن عائله النادي الاهلي عائلة النادي الأهلي لن تنساه. ونحن في النادي الأهلي نجيد تخليد ذكرى الراحلين عن دنيانا، المخلصين كمان للنادي الأهلي يعني. والدول أعتقد كل السوشيال ميديا اتفقت عليهم، وكل من تعامل معهم شاهد بدماسة خلقهم، بدليل أن كمان الكابتن محمود الخطيب حضر عزاء عمدة الأهلوية في دبي، وكمان كان بيستقبل العزاء الدكتور محمد سراج. فدي طبعا لفته طيبه جدا. بالظبط، لفته طيبه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، وده مش غريب على مجلس اداره النادي الاهلي ولا حتى على كل منتمي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. ربنا يرحمهم يا رب، سواء عماد العمده عمده الاهلاويه في دبي او حسين فكري، وكمان الاثنين.